بارك الله فيك. تاريخ انت عاد. والله على التاريخ طويل عريض. ما له حد. ممكن نبدا بالعصر الجاهلي، ممكن نبدا بالوقت الراهن. اي تختار يعني. اي هلا بالنسبه للمذنب، هذا المذنب معروف بالاسم هذا من العصر الجاهلي كمكان فقط وليس كعمران. وفي ابيات كثيره لاكثر من شاعر ذكر فيها المذنب بالاسم، منهم لبيد بن ربيعه. الله اكبر. زمان. نعم رضي الله عنه. وكذلك ايضا ذكر في الكتب، لكن بالنسبه للعمران الحقيقي كان قبل القرن العاشر الهجري. وهذا منصوص عليه في وثائق، منها وثيقه للشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى ذكر فيها انه المذنب كان لقبيله باهله في القرون الوسطى، وانه في القرن العاشر قدم عليهم الخريدلي الناصري واشترى أملاكهم، ثم توالت فيما بعد العوائل القادمة حتى أصبح مدينة. كلمة مذنب معناها نهاية الوادي. نعم. ولهذا حتى مذكور في المعاجم، يعني آخر الوادي، نهاية الوادي. يقول أي وادي عندما ينتهي ينتهي غالبا في روضة ولا في أرض منبسطة، ثم ينتقل الماء من المكان المنبسط هذا الروضة إلى مكان آخر، فيسمى هذا مذنب. وطبيعة المذنب عندنا كأرض كله عبارة عن أودية، يعني على مدى طول المذنب 52 كيلومتر في 17 وادي كلها تطلع من غرب تتجه الشرق، وكل وادي يفيض في روضة، ثم ينتقل الماء من روضة إلى أخرى. وكلمة مذنب يقول هو الماء الذي يفيض من روضة إلى أخرى في نهاية الوادي. ذكر الشيخ العبودي محمد العبودي في كتابه معجم القصيم أن عمران المذنب بدأ في القرن السابع الهجري، والمؤكد أنه قبل القرن العاشر. طبعا في الوقت الراهن المذنب بلد عامرة، محافظة فئة ألف، سكانها يتجاوزون 60,000، تتكون من مدينة هو مركز المدينة، سكانها يتجاوز 35,000، ويتبعها 62 من المراكز والقرى والتجمعات. 62 والله ما هم بسيطين ما شاء الله. نعم. تبارك الله. منطقة فيه ميزة في المذنب انه ظهير المدينه اللي يسمونها الظهير الاقتصادي، هذا المزارع والتجمعات والمراكز كلها تخدم المدينه في هذا في المجال الاقتصادي، يوردون اشياء ويشترون اشياء اخرى، فبالتالي من اسباب نجاح المدينه مقبله على تطور كبير. ما شاء الله. طبعا فيها من الجامعات فيها عدة كليات، مجموع طلابها يتجاوز 4,000 شخص. الله أكبر. تابع جامعات خارج نعم تابع جامعة القصيم. جامعة القصيم. نعم. يعني هل هناك كلية تقنية هذه تتبع التعليم الفني، وهناك كليتين العلوم والآداب هذه تابع جامعة القصيم، وفي نية إن شاء الله العام القادم لإنشاء كلية العلوم الطبية تتكون من 5 تخصصات طبية. نعم. البلد مقبل على تطور طيب. نعم على نهضة كبيرة، مخدوم بطرق، مخدوم بامتدادات. امتدادها طبعا أقرب المحافظات له هو على ملتقى طرق، الطريق الجنوبي يتجه إلى منطقة السر وأكبر مدن السر الدوادمي هناك ساجر وبعدها الدوادمي. نعم. من الجهة الشرقية هناك طريق محزم المتجه للغاط، وهل من الجهة الشمالية طريق متجه للقصيم وأول مدن حنيزة، ومن الجهة الغربية أيضا الطريق المتجه غربا الذي يلتقي بطريق الرسنفي متجها إلى مكة والطائف. كم يبعد عن الخط ذا؟ هاي الخط هذا ينطلق من العمار وينطلق أيضا من المذنب متجها إلى الخرمة، خطين كلها وسط المذنب. المذنب تقريبا ربما آخر حده من الجهة الجنوبية العمار، وآخر حده من الشمال طلعت الهاشمة. ولهذا الشاعر نصر البخيت يقول سقوى سقى في حان من غرة الأمزان من قارة الضبة إلى السلهمية.
السلامية عند العمار وقارة الضبة على منتصف الطريق مع عنيزة. منطقة واسعة والله. منطقة واسعة. يحتمل أن طولها شمال جنوب يعني تقريبا 52 كيلومتر. الله والله. ومن الشرق إلى الغرب طبعا في عندنا من الغرب نفود وعندنا من الشرق نفود. مساحتها عريضة لكن اللي ما بين النفودين يعني يحتمل أنه يعني عرضها 25 كيلو. فالمساحة كبيرة. منطقة كبيرة. نعم. ما بشكل. والمنطقة زراعية. معروفة. عندهم أبيار قديمة. الآبار يا طول العمر. عمرك يطول. إيه هذا الآبار عندنا قالوا عندنا آبار هلالية. إيه. هلالية. قديمة يعني. قديمة نعم. وهم كل ما لقوا بير ما يعرفون. قالوا هلالية. قالوا هلالية. إيه قديمة يعني. نعم. نعم. ف. هذا عندنا آبار قديمة وعندنا آثار قديمة. من أقوى الآثار اللي عندنا يا طول العمر في عندنا محل اسمه الخرمة. أيه يبعد عن المدى 30 كيلومتر تابع له. هذا فيه نقوش ترجع لما قبل العهد الإسلامي. الله يعني حوالي 1500 سنة على الأقل. محتفظين. أرحبوا. نعم صورت و هذا معروفة. أيه عليكم السلام. السلام. شيخ عبد الله السويلم ابو ابراهيم. الله يسعد صباحك. الله يعافيك. بشرني عنك. كيف صحتك؟ رئيس المجلس البلدي سابقا.